السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع. اليوم درسنا عن الوحدة السادسة عشر، السادسة عشرة، العلم والإبداع. درسنا في مهارة القراءة إبداعات علمية. قبل أن نخوض في درس القراءة ونقرأ هذا الدرس، سنتكلم لو قليلا عن مظاهر التطور العلمي وأهمية التكنولوجيا في حياتنا، منها على في مستوى التعليم، في مستوى الطب، أيضا في مستويات أخرى، في الاتصالات وأيضا في المعلومات. نتكلم أيضا عن الإنترنت، أصبح كل بيت لا يستطيع الاستغناء عن الإنترنت لما فيه من تقريب العالم إلى مع بعضه البعض، وتعميل كثير من البرامج التي تساعدنا في حياتنا العملية وحياتنا المعاصرة. أيضا في على مستويات مستوى الطب، أيضا لعبت التكنولوجيا دور مهم في خدمة المرضى، تقديم الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى أنها ساعدت في كثير من الأمور التي يحتاجونها، مثل اللي هو الاضطرابات السمع أو غيرها من هذه الأمور. أيضا مظاهر التقدم التكنولوجي كما قلت لكم على مستوى التعليم، إذ أن هناك الآن في مستوى التعليم الحاسوب التعليمي، الحاسوب اللوحي، الذي أصبح الآن في كل مدرسة وفي كل جامعة وفي كل بيت، لا يستطيع الاستغناء عن هذه الأجهزة لما توفره من خدمات كثيرة على الصعيد العلمي. سنقوم الآن بقراءة الدرس الإبداعات العلمية، انتبهوا معي جيدا. بعدها سأضع لكم فيديو فيه الأفكار الرئيسية والمعاني الجديدة وأيضا الأساليب والتراكيب اللغوية وبقية الوحدة. إبداعات علمية. في كل يوم يأتينا العلماء بما هو جديد بفضل التقدم العلمي الهائل والتطور الكبير في مجال التكنولوجيا، ولا سيما في العقدين الأخيرين. فمن أبرز مظاهر التطور التقني في مجال حفظ البيانات وتدقيقها الانتقال من الوسائل التقليدية مثل التوقيع وبصمة الأصبع إلى ما يعرف الآن ببصمة قزحية العين، التي تعد واحدة من أهم إجراءات الأمن والحماية في كثير من الشركات والمؤسسات والمطارات. فيقف الشخص أمام جهاز إلكتروني يحتفظ في ذاكرته ببصمة العين الخاصة بذلك الشخص، وتميزه عن باقي الأشخاص، وتبقى هذه البصمة محفوظة في الجهاز مهما طالت مدة الانقطاع عن استعماله، فلا يستجيب الجهاز إلا إذا طابقت بصمة قزحية العين البصمة المحفوظة فيه. وقد تطور الأمر إلى أن أصبح نمط توزيع الأوردة الدموية في كف يد الإنسان بمنزلة بصمة خاصة لدفع الفاتورة مباشرة من الحساب البنكي بطريقة آمنة وسريعة وسهلة، وذلك بمجرد المسح على جهاز يخزن ذلك النمط، فلا حاجة للمشتري لأن يخرج محفظته أو أمواله أو بطاقته الائتمانية. وفي مجال آخر، أصبح باستطاعة المرء شراء رجل آلي ريبورت أو استئجاره وبرمجته لتنظيف الأرض أو التأكد من سلامة المنزل من تسريب الغاز مثلا. والغريب أن العلماء يفكرون في تأهيل هذا الرجل الآلي ليصبح قادراً على تركيب نفسه في دقائق، والانتقال من مكان إلى آخر من غير أي تدخل بشري، والوصول إلى أماكن لا يستطيع البشر الوصول إليها بسهولة ويسر، ولا سيما في أبحاث الفضاء. وتتواصل جهود العلماء حالياً كي يصبح هذا الرجل الآلي متاحاً للجميع. وهل فكرنا يوما بأننا لسنا في حاجة إلى استنشاق الأكسجين؟ تبدو الفكرة وكأنها من وحي الخيال، بيد أن بعض الأطباء نجحوا في التوصل إلى حقنة تمد مجرى الدم مباشرة بغاز الأكسجين، فتحتوي الحقنة على جزيئات دقيقة تتكون من هذا الغاز وطبقة واحدة من الدهون تصل إلى مجرى الدم مباشرة عن طريق الوريد.
وقد تمت تجربتها بنجاح على الأرانب، مما جعل مستويات الأكسجين لديها قريبة من الوضع الطبيعي. فهل سيأتي اليوم الذي يستغني فيه الإطفائيون عن والغواصون مثلا عن اسطوانات الأكسجين؟ لا شك في أن عالم الغد سيكون أحيانا أقرب إلى الخيال، لكن بعض الخيال سيتحول إن آجلا أو عاجلا إلى حقيقة ملموسة. هذا هو درسنا جو النص، فيه أن يتحدث لنا عن العلم الحديث وإسهاماته الجليلة في خدمة البشرية وتسهيل حياة الناس، مثل أنظمة الأمن والحماية الحديثة، وأيضا تحدث عن استخدام الرجل الآلي في مجالات عديدة في حياتنا، وأن هناك أفكار رائدة مما يمكن تحقيقها في المستقبل بناء على دراسات وتجارب فريدة. هذا هو درسنا لهذا اليوم، سأضع لكم فيديو فيه الأفكار الرئيسية والمعاني الجديدة وبقية القواعد. يعطيكم العافية.